نرحب بقى دلوقتي بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. منورنا كابتن نصر، وشك حلو. الله يخليك يا كابتن، تحياتي الاول ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم كبار كابتن اسامه عرابي، الكابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال، والكابتن اسامه حسن. اهلا كابتن. عايزين نقول مبروك كتير قوي يا كابتن ايمن النهارده، مبروك كتير قوي للجماهير، مبروك كتير قوي للكابتن الخطيب ومجلس الاداره، مبروك للسيد التحليل النهارده وكتيبه العمل النهارده الموجوده في كل قناه النادي الاهلي النهارده، كل النهارده بيشتغل على قدم وساق، فمبروك للكل، مزيد من الانتصارات ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه القادمه. كابتن ايمن، طاقم التحكيم بسرعه عشان الوقت. خلي بالك طاقم التحكيم النهارده كابتن بلال، مباراه صعبه جدا جدا، وهحكي بسرعه ليه صعبه. خلي بالك لما تيجي تقول تحكيم اجنبي، تحكيم مصري، تحكيم اجنبي، تحكيم مصري، امين عمر، محمد عادل، محمد معروف، الدنيا يعني مش مستقر. خلي بالك دوت، دي احداث ما قبل المباراه، دايما احنا كتحكيم تؤثر بشكل كبير جدا جدا كابتن احمد على طاقم التحكيم. هم عاوزين يعملوا مباراه كويسه، الضغوط اللي قبل المباراه واثناء المباراه، الجمهور الكبير النهارده اكيد كانت ليها تاثير على طاقم التحكيم في بعض القرارات التحكيميه، ولكن هذه القرارات اللي هي يعني لم تؤثر يا كابتن عادل في نتيجه المباراه. في اخطاء موجوده من امين عمر النهارده، وخاصه كلها كابتن عادل بالبطاقات. البطاقات دي لا امين، لابد انك انت تراجع نفسك، لان انا عندي اكتر من 6 بطاقات يا بلال مفقودين. يعني انا هوريك للاعب واحد بس في بيراميدز 3 العاب ما ينفعش اللاعب ده يبقى موجود في الملعب. دي انا بقول دي على سبيل المثال، ولكن بشكل عام نجح طاقم التحكيم يا كابتن اسامه عشان الضغوط اللي اتعملت عليه قبل المباراه نجح وعدى بيها. نتمنى ان ما نحطش حكامنا تحت ضغط يا كابتن بلال، نبقى واضحين كده مع حكامنا. خلي بالك واقول له قبليها انت هتحكم عشان يحضر نفسه، لان هذه المباراه محتاجه حكم يحضر حاله فيها بشكل كبير. نروح لطاقم التحكيم الاول، هنشوف النهارده في حاجه جديده. النهارده بنشوف امين عمر الحكم الدولي، ابو الرجال حكم مساعد الاول، احمد حسام المساعد الثاني المتميز اللي عنده حاله هنقف فيها كتير جدا جدا، وعندي محمد عادل حكم رابع، وعندي على الفار 3 حكام، غندور يا كابتن اسامه، وعندي عمرو الشناوي وهاني عبد الفتاح، ودوت اللي احنا بنتكلم فيه النهارده كانوا في 3 في الفار. نتمنى ان هم في كل مباراه نشوفهم بقى خلاص، لان في النهارده الفار، النهارده تقنيه الفار بقت النهارده في احدث من التقنيه اللي قبليها. نشوف الحالات بسرعه سريعا كده ونمر هنا. هذه الحاله حاله من الحالات تدرس كابتن اسامه للحكم المساعد احمد حسام طه، لم يتردد بيجري كمان على نص الملعب وهدف. تعالى بقى شوف بقى التقنيه بقى، تقول لي هنا في فرق بين التقنيه ديت والخطوط ولا مفيش يا كابتن اسامه عن الاول؟ احنا شايفين خط هنا الازرق والخط الايه؟ الاحمر. طب نشوف الرجل، الخط الازرق عند مين؟ مدافع بيراميدز مغطي. نشوف كهربا هنا فين؟ الخط الاحمر. هنا موضح لك مين هو اللي مغطي التسلل، وبالتالي هنا كان قرار الحكم مساعد هنا متميز جدا جدا، حاله من الحالات الصعبه الكل في البدايه شك ان هي ممكن تكون تسلل، ولكن هنا بحي تقنيه الفار بقياده احمد الغندور وهنا عبد الفتاح وعمر الشناوي، هدف صحيح لكهربا اللي هو هدف التعادل. الحاله بعد كده هنربط بقى هنا يا بلال بعد اذنك. حاله ادي اول حاله هنا، نشوف اللاعب اللي هناك، اللاعب لا خلينا بس نمشي واحده واحده. قفشه هنا في مخالفه من رقم كام؟ الحاجات دي مهمه جدا يا كابتن ايمن، مش معنى ان الاهلي كسب لا في اخطاء يا امين عندك، يبقى هنا عندنا رقم 12 ادي اول واحده تكرار الخطا هنا المخالفه. طيب نشوف الحاله الثانيه رقم كام؟ مظبوط 12 يا امين تكرار الاخطاء مزبوط. واخطاء ايه؟ يجب انك انت تشرف فيها البطاقه دي رقم كام؟ رقم كام؟ ثلاثة. ثلاث حالات ورا بعض. هل من المعقول النهارده اسيب رقم 12 ما ديش بطاقة حمراء في 3 العاب يستوجبوا البطاقة الصفراء يا كابتن حسام؟ هنا بنشوف هنا الشد هنا موجود والمسك موجود، وهنا كان في المفروض يكون. أنا بقول الكلام ده لأمين، أمين ما ينفعش إن هذه الثلاث حالات اللاعب دوت يبقى موجود في الملعب، لأن دول الثلاث إنذارات كان يجب إنك أنت تشفر الحمراء في هذه الحالات. اللي بعد كده وهنا نشوف هنا الخطأ هنا. أنا بستغرب، هرجع بس اللايف معلش سامحوني، إحنا عارفين الوقت متأخر والسحور، ولكن هنا دي حاله ملهمه. نشوف كده الدخول من تهور
لاعب بيراميدز، نشوف هنا الدخول عامل ازاي، وبعدين نفاجئ ان هنا الخطا فقط ومفيش بطاقه. لا دي تستحق البطاقه الصفراء كابتن عادل بمعيار امين عمر في البطاقات اللي هو اشهر اللي بعد كده. تمام هنا نشوف الخطا هنا واضح جدا جدا من لاعب بيراميدز، وهنا برضك مفيش بطاقه. وكانت الهجمه دي واعده دي كلها. تعالى بقى اقول لك هات اللايف بتاعها نشوف كهربا رايح فين، لو عندنا امكانيه هتلاقيه رايح مواجهه كابتن اسامه. هجمه واعده دي في بدايه المباراه كان يجب ان هي امين تدي فيها البطاقه، يعني كل شغل النهارده امين كان خاص بالبطاقات الصفراء في هذه الالعاب. اللي بعد كده ايه دي حاله، يعني انا بقول يعني لرمضان، يعني هنا هو اللي راح له رمضان، يعني ممكن هنا دي حتى حاله اسمها بيقول روح الفير بلاي يا كابتن بلال. نشوف يعني انا حتى هنا شوف هنا لا قدر الله النهارده لو اللاعب لو نزل على راسه او كده، فدي حاله برضك بنقول يجب ان اللاعبين يخلي بالهم من بعض. يعني كره جميله وكل حاجه، ولكن هنا شايف الحاله دي كان يجب ان هو يدي فيها بطاقه. يمكن عندنا حالات كتيره كابتن بلال، عندنا الهدف وعندنا حالات كتير جدا جدا، ولكن بشكل عام نقول نتيجه الضغوط اللي حصلت على طاقم التحكيم نقدر ان هو نجح النهارده ومر بيها وعدى باقل الاخطاء. نتمنى التوفيق للتحكيم في الفتره اللي جايه كابتن ايمن، ومبروك للنادي الاهلي مره ثانيه، وعقبال ان شاء الله باذن الله افريقيا باذن الله. على فكره امين عمر عنده ماتش على فكره في ربع نهائي افريقيا ما بين شبيبة القبائل والترجي التونسي، لسه المباراه دي نازله من فتره. شكرا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا كالعاده.